عملية التغيير أحيانا واحد يتجه إلى البنى الفوقية. تغيير البنى الفوقية عملية فاشلة، مو ممكنة. وإذا فرضنا أنها ممكنة فلا تدوم. أنتوا اجيتوا إلى مجتمع وسويتوا انقلاب وغيرتوا كل البنى الفوقية لهذا المجتمع. أنتوا ما تحتاجون إلى أيدي، ما تحتاجون إلى أيادي، ما تحتاجون إلى موظفين، ما تحتاجون إلى وزارات. إذا كل هذه التركيبة تركيبة فاسدة، كيف تتمكنون أن تعملوا في هذا المجتمع؟ معاوية ابن يزيد، معاوية الثاني، صعد فوق المنبر وتبرأ من أبيه وجده وقال أبوي وجدي كانوا غاصبين، والأحق بالخلافة علي بن الحسين صلوات الله عليه، قال فوق المنبر. نفرض أن الإمام السجاد صلوات الله عليه إجا وأصبح هو الحاكم. الجهاز كل جهاز فاسد، المجتمع مجتمع منهار، مجتمع يقتل الإمام الحسين، هذا مجتمع منهار فكريا، أخلاقيا، دينيا، عقائديا. كيف تعمل في هذا المجتمع؟ العباسيين اجوا بعد الأمويين، غيروا أشخاص، فرد مكان فرد. العباسيين فعلوا أكثر مما فعله الأمويون. التغيير، تغيير البنى الفوقية عملية مستحيل. إذا كانت ممكنة فلن تدوم. الإمام السجاد صلوات الله عليه بدل أن يتجه إلى تغيير البنية الفوقية للمجتمع، اتجه إلى تغيير البنى التحتية لهذا المجتمع، مو فقط لهذا المجتمع وإنما لكل المجتمعات إلى هذا اليوم. الإمام السجاد ما غير ذلك المجتمع وإنما غير المجتمعات المتعاقبة إلى هذا اليوم.